استعدوا لمغامرة جديدة، هذه المرة في زامبيا ضد الجرين ايجلز، وستكون فيها الأمور صعبة ومعقدة. الخطة تاع لو ديبار تاعنا راح يكون شوية سهل بارابور للروتور تاعنا. حنا خممنا خاصة على المقابلة، لو ديبار تاعنا راح يكون قصير ماشي كيما الروتور، باسكو كي نلعبوا من بعد عندنا الوقت لا ريكوبيراسيون بور لو روتور، مي لو روتور تاعنا راح يكون تري ديفيسيل خاصة ما حاش تكون عندنا كيما يقولوا وقت كبير. راح ندخلوا لو 18 نقولوا لو 19 3 تاع الصباح، باسكو لو ماتش روتور راح يكون لو 22. ان شاء الله حنا درنا كاع الظروف، هيئنا كاع الظروف باش يكونوا لاعبين في احسن ظروف ان شاء الله. عندنا الخصم الاول قبل هادو لي جرين ايز، الخصم الاول هو التعب، لابد علينا نتعاملوا مع هاد لا سيتياسيون. راح نلعبوا مع خصم ما نعرفوش من الناحيه التقنيه، حنا الشيء اللي مخوفينه للعوامل الاخرى اللي كاين في افريقيا، هي عام الرطوبه وعام الحراره وكذلك عام التحكيم. الخصم المجهول هو ايضا عامل سيواجهه الفريق باستراتيجيه خاصه. الخصم هنتعاملوا معاه في اثناء المقابله، شوفوا المستوى تاعو ولا كيسمح لنا الامر باش نديروا حنا اللعب، اللهم بارك، ولا كان عندهم قوه لازم ندافعوا ولا الله نديروا واش لازم، ولكن بكل صراحه احنا رايحين على المجهول. غياب الهداف والقائد قاسمي بالاضافه الى رايح مؤثر وفي نفس الوقت محفز حسب لاسات. نظن بلي الغياب تاعهم راح ياثر، ولكن ديفوا الغياب يبرز لاعبين واحد اخرين. حنا نتمنوا ان شاء الله يكونوا الناس اللي تخلفوا، وحنا خاصه في حسين داي عندنا الشباب لي زيسبوار اللي هما سيدي جوار دي زانترناسيونو. حنا حمدا الغياب تاعو راح ياثر علينا، ولكن نقدروا من جهه واحد اخرى نكتشفوا لاعبين واحد اخرين. وحنا الشيء اللي عندنا قلت لك الشيء اللي لازم نجيريو هذه الخطره هو العامل تاع التعب، ولا قدرنا نتحكموا في الاسترجاع وكانت عندنا كاع القوه تاعنا البدنيه راح ما يكونش مشكل ان شاء الله. على بالنا باللي البريمي موش راح تلعب في تما في لا زومبي، نسيو الماكسيموم باش نديرو النتيجه اللي تخدمنا في المقابله تاع العوده. الهدف يبقى العوده بنصف التأشيرة من زامبيا.